في بطولة هناك الإلام، هذه محاولة بتصل من هناك في الجهة اليمنى، كرة لمصلحة المنتخب التونسي، يحاول في هذه الكرة منتخب تونس. المنتخب التونسي وبعد ذلك ربع ساعة ثانية تحضر من المنتخب العراقي. تغيير جهة اللعب جميلة لأحمد عزيز، محمد عزيز الآن يحاول عن طريق الجهة اليمنى نقله. تنقل هذه الكرة للأمام، الكرة من هناك لمصلحة المنتخب، تصل هذه الكرة من هناك في الجهة اليسرى، محاولة نتحدث عن الأهداف ونتحدث عن الحقيقة البطولة. اوكازيون انتريسانت سيتياسيون دو جو، يبحث عن التسديد ولا المنتظر، الكره وصلت عند منتخب الجزائر لحظات على نهايه قدمها بشكل رائع. تشاهد تونس افضل في الشوط الثاني بصراحه، والى الرميه ولكن سريعه الى وسط الميدان، لا زالت هذه الفرصه. تمريرة بعد ذلك اتصل الى الجهة مزدي التأهل لمواجهة تونس، لكن الجزائر هي جواو فيليب، بينما الكنزاري يريد المحافظة على الكرة الماضية تصل الى الجهة اليسرى، سريعة لا زالت تسرى قود هذا اللقاء، الكرة تصل الى الجهة اليسرى. اذا دقيقتين كوقت بدا ضايع بعد انتهاء الوقت الاصلي من قلب الدفاع. تمريره سريعه الى الجهه اليمنى، محمد القاسمي، محمد مرمي بشكل رائع، محمد انطلق، لا زالت الفرصه في الجهه اليمنى، يبحث من خلالها يا شق تونس الى النهائي. نعم على بعد لحظات من على مستوى وسط الميدان نشاهد هناك تشكيله او الخطه الواضحه للمنتخب التونسي. اربعه منصور أمامية باتجاه يوسف وار صاحب الهدفين في اللي كسبها موريتانيا أمام المنتخب الكويتي 2-0. في الأمور أو ستبقى على حالها للحديث بقية، وأيضا المستضيف لتلك البطولة في ذلك بعد ذلك إلى الجهة اليمنى القاسمي يستلم كورته القاسم. سقوط داخل منطقة الجزاء، المطالبة بركلة الجزاء. السويد أيضا في الجهة اليمنى، هناك زيد حنتوش في أكثر من لقطة، في أكثر من لمسة، لاعبين يصنعون الرباعي الذي لابد من أوراقه وأيضا لابد من أحد نفسه بشكل جميل على مستوى الشوط الأول أيضا، يعني في بداية اللقاء وأيضا في نهاية اللقاء الأردني كأس العرب في ذلك العام تحت 20 سنة. نعم المنتخب تونس لا زالت الى الجهه اليمنى في اللقطه الماضيه تمريره سريعه. هناك بطوله الصداقه الدوليه لمنتخبات الشباب في عام 2004، صاحب الهدف الوحيد، الكره عند منتظر الحسن، الكره بتلعب عاليه طويله من امام الجميع. هنا التبديل الثاني الذي تحدثنا عنه، خروج في وسط هذه اللحظة، ربع ساعة تفصلنا عن هناك، اتصل في الجهة اليمنى، الكرة بتلعب عالية طويلة من أمام الجميع.